هنيئا للفريق البركاني، نهضر البركاني على هذا الفوز. هذا الفوز يعني كان جاء في الوقت ديال المناسب، لان الفريق في حاجه الى هذا التوهج ولا هذه الانطلاقه الجديده ان شاء الله تعطي واحد النفس جديد للنهضه البركانيه، اللي ادى واحد المقابله في حق شيقه وفي المستوى مع الفريق الاهلي. مع الاسف يمكن التجربه غلبت ديال الاهلي، ولكن كان الاداء مقنع، وبعض المرات المقابلات كانت تلعب يعني على بعض الجزئيات. واليوم النهضه البركانيه الحمد لله مازال البطوله وباقي الامان ان شاء الله من اجل نلعبوا ادوار طلائعيه ونشرفوا مدينه بركان وجمهور البركاني، ونشكروا الصحافه البركانيه على المؤازره وعلى الدعم ديالكم، والجميع على تشجيع فريق النهضه البركانيه. مزيد من التالق